جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين. السلام عليكم. هلا رح نحكي نحن على الإطلاق من وراء ساتر. في عندي أنا هذا الحيط، في عندي الأعداء تبعي قاعدين من وراء. كثير عم نشوف نحن الشباب عم يعملوا مثل الستايل تبع الأفلام الأمريكية، عم يوقفوا هون وقت بدهم يقوس بيطلع هيك وبيقوس. لاحظ قديش في حركة، كل هالمسافة اللي أنا عم بمشيها هي ما عم بقدر أقوس أنا فيها، العدو تبعي شايفني لحتى بوصل أنا لهون لحتى أقدر أرفع. اللي بدي إياه أنا ما بدي أعمل هالفتلة، أنا كون داير ظهري ما في منها أي فائدة. اللي بدي إياه أنا بدي يكون أول لما ابتعد عن الهدف ما بدي يكون لازق فيه هيك تماما، عشان إذا إجت شي رصاصة هون ما تشحط الرصاصة وتجي علي، بكون أنا بعيد عن الهدف. باخذ خطوة برجلي، خطوة خطوة، ما بخلي حالي انه تجي رجلي تجي هيك، بيجي شوي شوي خطوة خطوة لحتى تقريبا تصير عند الحفة تبع الحيط. راح اطلع قوس ارجع، ممكن اقرب كمان شوي قوس ارجع. كلياتها الحركة تبعي هي حركة بسيطة جدا، ممكن انا فوت واطلع بسرعة كتير كبيرة. اذا صار اطلاق مثلا للطلقات الرصاص اجت لهون راح تشحط تضرب مثلا للطلقة وتشحط تجي لهون، انا بحاول انه اكون بعيد عنه مشان ما تجي علي الطلقات. اذا كنت انا هون لازق هون غالبا رح تجي فيني الطلقة. هلا اذا كنت انا هذا لحالي، اذا كان انا معي صاحبي ما بدي انا اكون انا قاعد هون وهو قاعد بظهري قاعد عم يقوس، او قاعدين عم ننطوط نحن كل واحد من هون قاعد عم ينطوط هيك ويجي عم نفوت كلياتنا ببعض. طالما نحن رح نكون اثنين لازم يكون عندنا نحن ترتيب معين نكون نحن متفقين عليه قبل بوقت. في ملاحظة بس هون، هي أكثر شيء عم يصير مثلا بيكون في مجموعة شباب عم يطلقوا، يعني عم تلاقي لما يصير في عم يصير في تبادل بيناتهم عم يكون في خطر كثير على الناس. تلاقي مثلا واحد عم يطلق يقوم نط الثاني ليطلق قدامه، حاولوا لهذا اللي قدامه وخد يأذيه بالرصاص تبعه. فنحن عم بفرجيكم هلا كيف إذا نحن اثنين أو أكثر كيف الواحد بده يطلق بشكل ما يأذي زميله وبنفس الوقت شو يقدر يطلق وما يتضايق هو عم يطلق على العدو تبعه. اللي رح اعمله انا اول شيء انه رح كون انا قاعد بالواطي من تحت وقاعد عم قوس. هي في لها فائده، اولا انه انا قاعد عندي شايف تماما الاهداف تبعي، كوني انا منخفض اولا انا متمكن اكثر من الباروده تبعي، يعني شكلها قاعده هي بطريقه منتظمه تماما. بنفس الوقت انا هو عم يطلق من فوق، اذا انا وقفت ما رح يضرب على راسي، هو رح يعرف تماما انه وقفت باروته رح تطلع لبرا. هو المفروض انا ما وقف، بس اذا صار في خطا ووقفت ما عم يجي الاطلاق علي. معلش اذا مره ثانيه او ثانيه شغله ثانيه، لاحظ انه انا واقف كيف انا لازق فيه. فانا مثلا اذا واقف هون واقف وراه منيح وهو واقف صار وين محله، نفس المشكله ما استفدنا شيء. انا بدي اكون قريب منه، قريب منه بهالشكل هيك، نحن الاثنين ممكن اطلق ممكن نرجع. طبعا انا شو بيصير، نحن عاده بعد ما يطلق الانسان ممكن ينزل باروته بالعاده، بس بما انه ابو سامي قدامي فانا شو بدي ساي لما انا اطلقت بدي ادخل للداخل، انا راح ارفع بهالشكل لفوق. تمام لاحظ عم ارجع هيك ارجع هيك، انا ما برجع لتحت قد اذي زميلي بعدين. لاحظوا كمان انه انا قاعد من هون هو تارك لي المجال لاقدر احتمي بالساتر قد ما بدي. لو كان قاعد هو حاطط رجله مثلا من هون ويروح انا اخبط فيه كل مره رح يساوي لي مشكله. انا مثلا بدي اهرب من رح حدا يطلق علي وانا بدي امشي، فيني هلا بكل سهوله فيني ارجع واتفادى الاطلاق. ما لو قاعد هو حاصرني او حدا قاعد عم يتفرج هيك مثلا، هيك مثلا ممكن انا اخبط روح اتصور انا بهيك حاله، او حدا بده يصور او شيء ما بيلزق فيني يلبكني. انا اهم شيء انا انه اقدر اهرب بكل سهوله. في ناحيه كثير كثير مهمه بنشوفها بمعظم الفيديوهات على الانترنت، انه الشباب وقت عم يطلقوا خوفا من انه ما تجي عليهم الرصاص يعمل هيك وبيضرب هيك بالرشاش. وقت تضرب بالرشاش بتلاقي الباروده لحالها رح عم تروح تلق بهذا الشكل، ما في حدا وراها، فعمليا انت قاعد عم ترش الطلقات تبعك عم تعبي بالبنايه او عم تنزل على الارض او بالسماء، بس مستحيل تقدر تصيب فيه اي واحد. اذا انت بدك تطلق لازم تكون الباروده قاعده على ظهرك، تطلع تشوف اللي بدك اياه، تعرف وين الهدف اللي بدك اياه وتقوس عليه، بعدين بترجع. اذا انت كنت خايف انك انت اذا طلعت لبرا وقوصت وهن راح يقوصوك دغري، معناتها انت قاعد بالقرن الغلط. لازم انت يكون عندك ساتر احسن من هذا الساتر. في نقطه ثانيه كمان، هلا
نحن عاده الواحد شوف هذا من الساتر يحميه من نيران العدو، واحيانا قد يكون هنا مو عارفني انت منين عم اطلق عليهم. فالاول انا اخذت وضعي المناسب وطلعت وسط ام هنا هلا كشفوا منطقتي ام لقيت بلش عم لاقي الرصاص ما عاد اطلع منهم خلص غير المنطقه شيلها احترقت هي المنطقه معناته نروح لمنطقه ثانيه. دائما القاعده انه واحد بعد ما يطلق ويخلص خلص الاطلاق تبعه اذا في مجال يرجع معلش، بس غالبا لازم شو يساوي لازم يروح يلاقي منطقه ثانيه مخفيه العدو ما بيعرف عرفوا انه عم يجي الرصاص مو خلص رح يطلقوا لهم. فانا ما معقول بدي اطلع مره ثانيه او اعمل هيك مره ثانيه، شو الفائده؟ ما في فائده، لا بدي اروح لاقي منطقه ثانيه اخرى استخدمها لحتى اطلق منها بشكل منتظم. هلا نحن انتهينا وحققنا الهدف تبعنا نظفنا المنطقه، فهلا نحن بدنا نتقدم للامام. قبل ما نتقدم للامام شو بدنا نساوي؟ كل واحد يبدلها، لازم نتاكد انه المخزن عندنا هلا معركه ثانيه، نتاكد انه المخزن تبعنا معبى. المخزن اذا كان مثلا نصه فاضي او ثلاث ارباعه فاضي رح نحطه بجيبه ما بدنا اياها ورح ناخذ واحد مليان مشان وقت نروح ما رح يكون عندنا فرصه بجوز انه نحن نقدر نغير المخزن تبعنا. فهلا نتاكد نروح للمنطقه الثانيه رح نروح بمخزن معبى على الاخير، لان بدي اتواصل مع ابو سامي. نحن خلصنا عملنا تعبئه تكتيكيه، انا سلاحي مليان هو مخزنه مليان، انا لاحظ ايدي وين رح تجي، انا ايدي هلا رح تكون من هلا بنتقدم نحن سوا، فانا دائما قريب منه ايدي وين على كتفه. انا لما اقرصه من كتفه هيك طبعا ما رح اخلع له اياه بس هيك قرصه شو عارف انه هو صار وقت يقوم تمام. هلا احنا بدنا نتقدم سوا، نحن عندنا ممر طويل ماشي، نحن اثنين ماشيين سوا وبعدين في ابواب ونحن دخلنا مثل كانه في مبنى بدنا نحاول نحن ننظف ونقتحم هذا المبنى. بده يكون في تواصل بيناتنا، غالبا رح يكون عن طريق الحركات ما حنقدر نحكي لانه غالبا بتعرفوا في اصوات رصاص والى اخره حيكون من الصعب الواحد يسمع. فنحن جاهزين، لاحظوا كيف هلا انا قريب عليه، انا مالي قاعد وراه طبعا هيك جاي مثلا باروتي عليه، انا قريب منه تمام، انا ساند باروتي على كتفي وانا جاهز وايدي وين؟ هون. هلا هو لما يكون جاهز شو رح يساوي؟ لاحظ على راسه شو رح يساوي، عمل لي هيك معناتها لو جاهز للتقدم. بجوز انا اكون مثلا ما خلصت تعبئه تكتيكيه او عندي شيء مشكله الساتني ما جاهز، هو ما حيمشي لحتى انا شو اعمل له هيك بايدي. فاللي هو لما يكون جاهز رح بلش امشي. بس قبل ما انا امشي لازم نحكي على شغله بس مهمه جدا، انه نحن وقت بدنا نبلش لاحظ انه انا عندي ساتر هون، لو حدا طلع قدامي فجاه نقدر بسهوله نحن بنرجع نتخبى دغري مباشره. لاحظوا انا انه رح نزل الباروده لتحت، ما رح ضل مخبيها هيك لانه لو مخبيه رح اذا حاططها انا هيك ممكن ما اقدر اشوف الارض او ممكن ما اقدر اشوف السقف. فانا عم بقتحم لازم تكون واطيه شوي تعطيني شويه مجال للرؤيه بعدين راح اقدم لقدام. هلا في ملاحظه، لحظه شوي بس خلينا نحن هون قبل ما نمشي. تذكروا ما حكينا احنا على طريقه المشي، احنا ما بدنا نمشي هيك، راح شوفوا ابو سامي مثلا شو كيف راح يمشي. رجع شوي عندي بالله على الضوء، راح يحاول هو يفصل بين جزء العلوي وجزء السفلي. الجزء السفلي هو اللي عم يتحرك تمام، الجزء العلوي هو الثابت. مشان هو مثلا طلعوا عليه هلا كيف انا اذا عم امشي بهالطريقه هي المسدس او الباروده تبعي ثابته، امتى ما طلع لي هدف انا فيني اطلق عليه بنفس الوقت عم اقدر اتحرك. هاي نقطه. النقطه الثانيه، ما بدنا نمشي احنا بسرعه كثير ما نلحق نصيب على الهدف تبعنا تمام، او ماشي بسرعه هائله الواحد ما عم يلحق يشوف اللي حواليه. بده يمشي بسرعه كافيه انه يقدر يشوف شو عم وين عم يطلع، وبنفس الوقت اذا طلع له هدف يقدر يقوص عليه بشكل فعال. نحن هلا نحن ماشي، انا رح يكون دائما نظري لقدام باعتبار انا اللي لقدام. ابو عمر كل شوي بده يطلع لورا يشوف اذا ليكون حدا هجم علينا من ورا، ليكون صار في اي مشاكل من ورا. انا مو مهمتي اطلع لورا لانه متى ما طلعت انا لورا رح التفت انا بهالطريقه. هو مسؤوليته لورا، انا رح اثق فيه انه هو رح يشوف ورا، انا مسؤوليتي قدام، هو رح يشوف قدام معي يشوف شوي كل فتره وفتره رح يشوف ورا. في عنا باب هون نقتحم، هلا في عنا هذا الباب. اذا انا بفتح الباب وفوت مثل ما بفوت انا بالعاده، اذا كان في شخص مصوب علي راح يطلق علي دغري وتفوت رصاص من الباب وتقوص لي دغري. طيب هلا عندي احتمالين، اذا كان هذا الباب مفتوح راح استعمل ايدي لادفشه وفوت، اذا كان هو مقفول انا ما بقدر افتحه راح من عندي من هون انا راح اقوص على اللسان تبع الباب مشان ينكسر واقدر ادفش الباب وفوت. البارودة رح امسكها هيك لتأكد ما تجي الفوهة البارودة على ايدي مشان اذا لا سمح الله اطلقت ما تجي على ايدي. رح امسك الباب، نحن بدنا ندخل على الباب. فانا وابو سامي متفقين اتفاق
طبعا هو ما راح يتحرك بدون ما انا اعطيه الاشاره بايدي، تمام؟ بركي انا ما جاي. هاي شغله. الشغله الثانيه، ما ادخل على الغرفه هو بيعرف انه هو راح يستلم القسم اليساري وانا اليميني. دائما احنا هيك هدفنا، اي مكان ندخل احنا نقتحمه بيكون متفقين الناس بينات بعضهم، سواء كانوا اثنين او ثلاثه او اكثر، كل انسان له قسم من المكان اللي داخلين له هو مسؤول عنه. بتتذكروا لما حكينا على الزوايا الميته؟ لما ندخل احنا بهالاتجاه مثلا هلا هون هيك، انا معرف انه هو راح يفوت هيك وانا بدي فوت هيك، انا ما بطلع نهائيا على قسمه لانه هو المسؤول عنه. انا ما حلحق طلع على قسمين، اذا انا طلعت على قسمه معناته تركت مسؤوليتي. فانا مسؤوليتي هذا الزاويه وهالنصف هذا، هو مسؤوليته هذا الزاويه ونصف هذا. دائما احنا متفقين بهالاسلوب، وين ما دخلنا هو على اليسار انا على اليمين، او اذا بدلنا اللي بيدخل اول من اتجاه الباب راح يلف هيك والثاني حيدخل بالعكس. كثير ضروري هي كمان واحد يعمل له شوي تدريب جاف قبل بوقت حتى كل واحد يتاكد انه هو اخذ القسم تبعه وكان مسؤول عنه بشكل جيد. هلا لو فتنا انا وشاف هو زلمه انه في على اليسار، راح يتركه لهذا الزلمه ويضل عم يطلع على قسمه اليمين، انه بجوز يكون في واحد ثاني راح يثق فيني انه انا اللي راح اوصل للشمال. بجوز يخلص القسم تبعه اللي على اليمين، متى ما خلصه تماما ممكن يلتفت يساعدني مثلا نكمل على ذاك اللي على اليسار. هلا احنا شوف كالتالي، احنا جاهزين، بيعطيني إشارة هو براسه إنه جاهز. هلا شايفين دخلنا لأوضة نحنا معتمة معنا الضوء، فشو راح يصير؟ لاحظ كيف الضوء أنا عم يطلع لفوق، تأكد من كل شيء من فوق، ننزل لتحت نشوف تحت الطاولة مثلاً. هون شايفين إحنا داخلين، أنا ما بخلي زاوية تقريباً من المنطقة كلها اللي بدي أشوفها من فوق لتحت. طبعاً لاحظوا نقطة مهمة، كيف أنا الـ ممكن تحط الكاميرا بس على الباروده، كيف الضوء والبارده تقريبا هن البوزه تاعهم ماشيين مع بعض. لاحظ لما اطلع ايدي ونزلها بهالشكل عم يكون، شايف مطلع وينزل سوا مع بعض. بعتبر هي انه هي رمانه، الحشنة الرماني فجرنا. اذا كان ما معنا رماني بنفوت مثل ما كنا عم نفرجي من قبل، بس الرماني على الاقل بيشوش الموجودين، حتى لو كانوا متقرسين ممكن ينجرحوا، ممكن على الاقل يطلع دخنه ما يعرفوا شو عم يصير. لما دخول الغرفه في نقطتين كثير هامين. النقطه الاولى انه كل واحد له قسم، ابو سامي عنده هذا القسم، انا لي هذا القسم، في عندنا زاويه ميته هون وفي عندنا زاويه هون، ولو كان الباب هون في له زاويه ميته بيكون هي مسؤوليته لابو سامي من هذا الاتجاه. فلما ندخل كل واحد له زاويته، انا ما بطلع على مكان ابو سامي لانه هو مسؤول عنه. هي رقم واحد. رقم اثنين بدنا ننتبه نحن على بعض، لان احنا لما دخلنا لداخل الغرفه ونحن عملنا شوي فحص نظفناها، لما ندور انا ما بدي يجي على ابو سامي. انا شو راح اسوي لما نفتل احنا؟ انا بنزل وبلش لوين؟ برجع على الباب عشان احمي ظهري. فنقطه كل واحد له قسمه. شغله ثانيه، انتبه على زميله، واحد يا ينزل لتحت او يطلع لفوق، بس بشكل انه ما لا سمح الله يطلق ويصير زميله بالغلط. وقت الواحد عم يشوف القسم تبعه بده يطلع من فوق يطلع من تحت، اذا كان في براد او خزانه ممكن واحد يكون قاعد من فوق عم يصوب عليك، او ممكن يكون قاعد متخبي تحت طاوله او متمترس مثلا قالب طاوله او شيء ومتمترس تحته، بدك تطلع من فوق لتحت. انت عم تدور، بعدين خلاص متى ما عرفت الاوضه كلها صارت خالصه بترجع بتطلع لورا بتاكد انه ما في حدا عم يلحقك وراح يفوت عليك. زائلون للابد، ثم نادوا حسمت انها قد رسمت، فاتاهم ردنا صعقت.